نبدأ هذا الصباح مشاهدينا بموضوع طبي يمثل أحياناً قضية اجتماعية جدلية، والعلم يعيد طرحها في بحث طبي يؤكد أن العقم لا يميز بين الرجال والنساء. فلطالما تم ربط مشاكل الخصوبة بالنساء وأنها أنثوية، لكن بحسب تقارير فإن 50% من هذه المشاكل تكون بسبب العقم عند الذكور. هذه الدراسة البحثية بنت نتائجها على ورقة بحثية اعتمدت على 27,000 دراسة سابقة، حذرت من أن خصوبة الرجال انخفضت إلى النصف خلال 50 عاماً الماضية، وطبعا يعود ذلك لأسباب منها التلوث والسلوكيات الخاطئة. ومن هنا فاطمة يدعو القائمون على الدراسة الرجال للاهتمام أكثر بموضوع الخصوبة، خاصة أن نصف المستطلع آراؤهم ليسوا على دراية بأي من هذه القضايا، بل يلجأوا للمساعدة لأسباب اجتماعية مختلفة. المزيد حول كيفية تفكير الرجال والنساء حول موضوع الخصوبة وبالأرقام مع علاء سرحان. لسنوات عديدة كان الناس يميلون إلى إلقاء اللوم على النساء في عدم الإنجاب، خاصة في البلدان الأفريقية، لكن تشير الأرقام والتقارير الطبية إلى أن العقم عند الذكور يساهم بنحو 50% من إجمالي الحالات. حسب منظمة الصحة العالمية يعاني ما يقرب من 7% من الرجال العقم، لكن أقل من نصف الذين تم استطلاع رأيهم في دراسة حديثة مهتمون بالقضايا التي يمكن أن تؤثر على الخصوبة. الدراسة التي أجرتها مؤسسة ميديكال إكسبرس تشير إلى أن ما يقرب من خمس الرجال يعتقدون أن النساء هن الأكثر عرضة لمشاكل الخصوبة، كما قال غالبية المستطلعين الذكور ونسبتهم نحو 56% إنهم لم يكونوا قلقين على الإطلاق بشأن خصوبتهم. في المقابل قال 40% من النساء إنهن قلقات على خصوبتهن. وقال ما يقرب من ثلث النساء التي شملهن الاستطلاع، أي 32%، إنهن من المرجح أن يلجأن إلى عيادة الخصوبة كخطوة أولى إذا كنا قلقات. بالمقارنة قال أقل من خمس الرجال، أي نحو 19% بقليل، إنهم سيفعلون ذلك، وبنفس النسبة سيلجؤون إلى مواقع التواصل بدلا من العيادات، بينما يشعر 44% من الرجال بالراحة إذا تحدثوا مع صديق عن هذه المشاكل، مقابل 62% من النساء منفتحات على الحديث عن الخصوبة مع صديقاتهن. وينضم إلينا في الاستوديو البروفيسور في المسالك البولية والأعضاء التناسلية دكتور ميشيل جابور. أهلا وسهلا بك دكتور، صباح الخير عليك. صباح النور. إطلالة جميلة وإطلالة مميزة. تفضل. شكرا للاستضافة. طيب دكتور، بحكم أنك أنت موجود في هذا المجال، هل ما زالت حالة الإنكار موجودة لدى الرجال فيما يتعلق بمشاكل العقم تحديدا؟ طبعا هذا الموضوع هو ناتج عن موروثات ماضية جدا كانت تقول، مش من زمن بعيد يعني نحكي 40-50 سنة، انه 100% من حالات العقم هي مسؤولة عنها السيدات. نحن هلا الجنريشن عم تتطور من وراء الثقافة العلمية، من وراء السوشيال ميديا، من وراء الاطلاع اكثر واكثر، تيعرفوا من وراء الفاكتس العلمية. اكزاكتلي، لانه هلا صاروا عم يطلعوا هالفاكتس العلمية، كانت موجودة بس ما كانت معروفة بشكل مزبوط. هلا نحن بنعرف على الأكيد أنه تقريباً المسؤولية تقع 50-50% على السيدات وعلى الرجال. هي بطريقة علمية أوضح، هي 40% عامل رجالي فقط، 40% عامل نسائي فقط، و20% بوث، عامل مشترك بين الرجل والمرأة. طيب احنا كيف ممكن يعني نوعي اكثر بهذه المشكله الطبيه ربما من كلا الطرفين، وكيف يمكن تفاديها؟ يعني هل هناك عوامل اخرى تسبب ربما في تاخر الخصوبه او حتى العقم، ربما الزواج المتاخر، الانجاب المتاخر وما الى ذلك؟ طبعا سؤال كثير حلو. اول شيء في عندنا الشيء بنسميه نحن اوكسيديتيف ستريس،
هيدا موجود بحياتنا اليومية الحديثة يلي هو قائم على زيادة الوزن، عدم الأكسرسايز الجيد، الإكثار من التدخين، الإكثار من الكحول، بعض المأكولات السيئة، نمط الحياة يلي هو فيه ستريس بحد ذاته، نمط الحياة الوسترنر ستايل، أوكي؟ هيدا بحد ذاته هو بيزيد من خطر ضعف الخصوبة إن كان عند الرجل أو عند المرأة. أضف إلى أنه العمر صار عمر متأخر، يعني من زمان كانوا يتزوجوا بعمر ال 14-15 سنة ويجيبوا أولاد، بعمر 18 سنة المرأة هي بعز الخصوبة تبعيتها، ونفس الشيء الرجل. هلأ نحن صرنا عم نحكي بالثلاثين وما فوق. إذن وقت منشوف نحن في عنا مرضى منتبعهم على فترات طويلة، هن الأشخاص يلي هن كان عندهم وعي كافي إجوا على عمر بكير، لا كانوا متزوجين ولا طيب. أي شيء، وقاموا بفحوصات الخصوبة. ما طيب. هو العمر المناسب دكتور؟ للرجال والنساء لاتخاذ هذه الخطوة للفحص والتأكد من الخصوبة حتى إن كان متزوج أو غير متزوج؟ يعني بأول العشرين، أي حدا منهم بأول العشرينات تبعيته يعمل هدول الفحوصات ويعملها بطريقة دورية، هيك منقدر نراقب تطورها. ولو بدن يتزوجوا على عمر مأخر، ولو بدن يحاولوا الإنجاب بعمر مأخر، أقله إذا لقينا نحن تراند إنه مثلاً الحيوانات المنوية عندها الشبع عم تنخفض، ساعتها منقدر نتدخل بطريقة مبكرة للمحافظة على الحالة. طيب عادة يعني الملاحظ دائماً إنه السيدات هم الأكثر اهتمام بمسائل الفحص الدوري وما إلى ذلك، الرجل لا يهتم كثيراً قبل الزواج بالذهاب إلى الطبيب ومتابعة كل الأمور المتعلقة بالخصوبة قبل الزواج. إلى أي مدى يمكن إدارة حوار بين الرجل والمرأة إذا كانوا هم مقبلين على الزواج في هذا الأمر تحديدا؟ يعني لأنه الموضوع صحيح أنه هو طبي، لكن له يعني تداعيات اجتماعية، يعني له ارتباطات طبعا. اجتماعية، يعني الوصمة الاجتماعية وما إلى ذلك. سؤالك له شقين، الشق الاجتماعي والشق الطبي. من الشق الاجتماعي بنرجع بنحكي أنه الرجال ما كانوا معترفين أنه هني ممكن يكون عندهم مشكل أبداً، كان المشكلة كلها موجودة عند السيد، هي حالة إنكار تماماً، إنكار صحيح. مبني على آلاف من السنين من الحضارات البشرية، أوكي؟ هيدي عم تتغير، والعم يغيرها هو الثقافة ووصول المرأة إلى درجات علمية ومجتمعية كبيرة، صارت الند للند للرجل وبتتحاور هي وياه، ما بقى في حدا إلا لزوجته روحي أنت عملي فحوصات أنا مش لها أعمل، هيدي ما بقى موجودة عند الكابلز اللي هني متعلمين ومثقفين. إذا بدن يحكوا مع بعضهم ويتفقوا مع بعضهم إنه مثل ما هي بدها تروح عن طبيب النسائي، هو بده يروح عن طبيب المسالك البولية ويجرب يعمل فحوصات. الشق الآخر يلي هو كتير مهم، لا يوجد عند الرجال ما يعادل الجاينيكولوجيست عند المرأة، ولو نحن كيورولوجيست فينا نكون هيك، بس نحن منشوف الرجال بصورة دورية ابتداء من عمر 40 أو 50 لمشاكل البروستيت. ما منشوفهم بصورة دورية مثل ما السيدة بتروح بتشوف الجاينيكولوجيست. يعني السيدة مجرد ما تدخل حياة الزوجية أو حياة الجنسية، ولو كان عمرها 20 سنة أو 30 سنة بتروح بصورة دورية لعند الجاينيكولوجيست. وهذه ربما تدخل في التوعية دكتور، يعني ربما لابد من هناك حملات توعوية أكثر للرجال عن أهمية الفحص المبكر ربما في أعمال. هلا هو اهم حلقات التوعية، وهذا دورنا. شكرا جزيلا لك لوجودك معنا دكتور، البروفيسور في المسالك البولية والأعضاء التناسلية دكتور ميشيل جبور. شكرا لكم، شكرا، صباح الخير. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.